الخير. الاستثمار في الاقتصاد الوطني عندما يكون بتوقيع بحريني هو مساهمة في صنع المستقبل واستشراف غدا من صنع أيدي بحرينية. إن خطوة التقاعد الاختياري وإعطاء فرصة للمواطن البحريني أن ينخرط في مجال ريادة الأعمال فرصة ذهبية من المهم استغلالها. البحرين من أكثر الدول اللي حققت أرقام عالمية في هذا المجال، كما أن الخطوة الأخيرة اللي اتخذتها الحكومة الموقرة لإعطاء فرصة للمستثمر البحريني بالمشاركة في تأسيس المنشآت الحكومية دليل على الانفتاح الاقتصادي الواضح والجليل المشاهد محلياً وعالمياً، ودليل على بعد النظر لما هو قادم. بهذا الشكل يزداد الوعي الاقتصادي والاستثماري. ربما يكون هذا الأمر هو خطوة لجيل صغير من المستثمرين دخلوا غمار المجال في عمر صغير. حياكم الله مشاهدينا في برنامج الرأي. مشاهدينا، راح نستعرض معاكم أبرز عناوين حلقتنا لليوم. راح نتناول موضوع المقاول الوطني فرصة للمواطن البحريني في مجال الاستثمار، وأيضا راح نتناول موضوع بماذا خرجت جمعية الصحفيين البحرينية بعد اجتماعها مع أصحاب الحسابات الأخبارية. أما في الفقرة الثالثة راح نتكلم عن موضوع شبكة الجيل الخامس وتبعات تطبيقها. وفي الفقرة الأخيرة، شركة بحرينية تطبق نظام احتساب المسافة من المسكن إلى مكان العمل ضمن ساعات العمل. حكومة البحرين حريصة دوماً على منح الدعم والمساندة للشركات الوطنية، واللي بالفعل هي مؤثرة ورافد واضح في نهضة الاقتصاد المحلي، مثل التوجيه اللي تقدم به صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر في دراسة منح المقاول أو منح المقاول الوطني الفرصة الأكبر في المشاريع الحكومية الإنشائية. مثل هذا التوجيه قد يساعد الشركات البحرينية في اقتناء فرصة المساهمة في الاستثمار والتنمية الاقتصادية. نتابع هذا التقرير. حياكم الله من جديد مشاهدينا.
أن إعطاء المقاول الوطني فرصة أكبر في المشاريع الحكومية الإنشائية هي خطوة مشجعة ومحفزة للمواطن البحريني على التوسع في الاستثمار، وبيعطي فرصة أكبر للشركات الوطنية للمساهمة في الاقتصاد الوطني ويكون شريك هام وأساسي. خلونا نتعرف على معطيات هذا الموضوع. في الاستوديو معاي الأستاذ سمير ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين. مسيك بالخير أستاذ. أهلا أختي. شلونك؟ طيب. ورحب بالسادة المشاهدين وشكرا على الدعوة. والله نورت استوديو الراي، وهذه مكانك الله يحفظك. أستاذ سمير، خلنا نبتدي من الدراسة طبعا اللي وجه لها سمو رئيس الوزراء. كيف راح يتم دعم الاقتصاد الوطني من خلال منح المقاولين البحرينيين فرصة في العمل في الإنشاءات الحكومية؟ أول شيء أوجه شكر لسمو رئيس الوزراء لاهتمامه الدائم على دعم التاجر والمقاول في قطاع الإنشاءات والقطاع التجاري بصفة عامة، وصراحة دائما ما يقصر مع القطاع التجاري، واهتمامه على كل كبيرة وصغيرة لا ما يعيق تحريك عجلة الاقتصاد وحماية المواطن والمستهلك. والتاجر دائما يعتمد على 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 دعمه ووقوفه على اي مشاكل تعيق التاجر البحريني. بالنسبه للمقاول البحريني النظره هذه بالنسبه نشوفها احنا ان المقاول البحريني ممكن يدعم الاقتصاد الوطني بصفه على المدى البعيد، وهو طبعا الحفاظ على العمله الصعبه. احنا اليوم بسبب اعتمادنا على العماله الاجنبيه البحرين تحويلات المبالغ الكبيره اللي تتحول سنويا توصل الى 1,200,000,000 دينار سنويا. يعني هذه احصائيات 2019. طبعا المقاول البحريني احنا نحاول يعني أسوة بالدول الثانية. نعم. مثل ما يحمون مقاولينهم واقتصادياتهم احنا بعد نتمنى كذلك كمقاولين ان يكون لهم نفس الدعم والحماية ويكون يعني مثل ما يقولون دهن في مكبتنا. صحيح. أستاذ، يعني خلنا نتكلم عن الشركات البحرينية. هل هناك في شركات بحرينية استفادت من هذا التوجه وحصلت على فرصتها؟ طبعا يعني في الثمانينات والسبعينات كانت هذه العملية، الحين مع الانفتاح صارت عملية المنافسة متساوية، ولكن هناك قوانين بس غير مفعلة. تفضيل إعطاء المقاول البحريني الأفضلية، لأن المقاول البحريني راح إذا أي عمل أي أرباح راح يستثمرها داخل الديرة. صحيح. وعملية الحماية المستهلك، المقاول البحريني في حالة تنفيذ أي مشروع متواجد هو في البحرين ما يقدر يشر عن البحرين. صحيح. ولكن شركة أجنبية تنفذ المشاريع في البحرين وبعدين تختفي ترجع، وفي حالة أي خلل في المشروع وهذه يعني صعب الواحد متابعة. لا والله دك دهنف مكباتني يكون أفضل. أحسن شيء. نعم. طيب أستاذ، شنو هي النواقص اللي يمكن تحتاج لها الشركات علشان تكون مؤهلة لهذا العمل؟ يعني شو اللي يفرق بينها وبين الشركات الأجنبية؟ شو اللي تحتاج اليوم الشركات علشان تكون مستعدة ومؤهلة لهذا العمل؟ والله صراحة أنا المقاول البحريني وصل لمرحلة متقدمة والنوها ومثل ما يقولون النوها والمعرفة في 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 تنفيذ مشاريع كبرى ما لا يقل شأنها عن 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 الشركات الأجنبية. هناك خلل كبير في قطاع الإنشاءات، وخلل كبير مؤثر على السوق على قطاعات أخرى. احنا بصدد يعني
احنا نشوف انه حتى الاعمال الغير نظاميه اكبر ممول لهذه الاعمال الغير نظاميه تطلع من القطاعات قطاع الانشاءات وسوء استغلال السجلات التجاريه في قطاع المقاولات كبير جدا في جلب عماله غير نظاميه في البلد وشركات مقاولات اذا ممكن تدخل يعني في 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 مشاكل ماليه وتسكر وتسيب العماله في السوق هذا عملت خلل في المنافسه صحيح. الشريفه صحيح. احنا عندنا قياسنا اللي هو رؤيه 2030 بيعتمد على الاستدامة والعدالة والمنافسة صحيح طبعا عدالة المنافسة مهمة جدا يعني على كلام الإنجليز يقولون equal playing field equal playing field اللي هو المنافسة العادلة بين الأطراف هذا يبقي له شوية نوع من التعديل والرؤى واحنا طبعا راح نتعاون مع يعني دائما مشكورين مع الحكومه المؤقره هناك دائما كثير من الدراسات المشتركه للوقوف اي مشاكل تعيق النمو الاقتصادي يعني يمكن هاي النقطه اللي ذكرت هي اكبر تحدي نعم. حاليا يعني تم مواجهته طيب استاذ لو بيتم اختيار المقاول هل هناك في معايير معينه على ضوءها يتم اختياره اكيد طبعا هو طبعا في هناك اليه لتقديم تاهيل المقاول والحكومه طبعا عندها اليات خصوصا ممثله من وزاره الاشغال ما يسمى بالبري كواليفيكيشن يؤهل يقدم المقاول اوراق التاهيل له وتقيم ادائه والمشاريع اللي قدمها من قبل واذا كان مؤهل يقبل انه يدخل في المناقصه لما يوصل لهالمرحله خلاص يعني هو مقبول بامكانه بعد ما يعملون اوراق يقيمون اوراق التاهيل يعني هو عنده الامكانيه الفنيه انه يقدر ينافس الفرق الوحيد بالنسبه بينه وبين الاجنبي يمكن السعر الحين اليوم احنا انا قلت في البدايه ان اقتصاديات العالم الدول العالم المتقدمه امريكا مثلا تحمي في مشاريعها الحكوميه تعطي سعر ادفانتج 20% حق الشركه الامريكيه مقابل الشركه الاجنبيه ليش؟ لان الشركه الامريكيه راح تحافظ على فلوس البلد داخل البلد صحيح. راح تصرف الشركه الاجنبيه تاخذ ارباحها وعمالها احنا اليوم احنا روحنا معتمدين اعتماد كبير على العماله الاجنبيه وهذا لين اليه على اساس تحويلات كبيره صحيح. جدا برا البحرين احنا نبقى شبابنا البحريني بعد ينخرط في هذا المجال واحنا اليوم نتمنى يعني ان نكون مثل أبهاتنا هالبحرين نعم. بنوا البحرين في الستينات ما شفنا أجنبي يشتغل في هذا المجال كلها هالبحرين وإخواننا هالعمان كانوا موجودين نعم. أما هال باقي الجنسيات ما كانوا متواجدة صحيح. هم السواعد القوية هي اللي بنتها وإحنا نبي نشجع شبابنا البحرين على الانخراط في هذا المجال إن شاء الله رسالتك توصل أستاذ يعني فعلا نعم. يعني قبل كانوا أبانا وأجدادنا كلهم حطوا يدهم في البلد نعم. عمروها وبنوها نعم. وطوروها فهذه نفس الشيء يعني إن شاء الله يكون عرف موجود يعني صحيح. شبابنا ترى والنعم فيهم فيهم الخير والبركة أيوة. ونشوفهم ما شاء الله يعني وهذا القطاع فيه خير فيه خير كبير بس يا ريت يعني احنا نسوي نوع من يعني يكون في انتكاتف مع بعض الاعلام والحكومه والغرفه والجميع المجتمع نعمل نوع من التوعيه
لشبابنا الانخراط في هذه. نعم. يعني احنا على فكرة انا اشوف ان عندنا مشكلة كبيرة اليوم في 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 الانخراط في الجامعات. شبابنا مو من الضروري ان يدخل شهادة جامعية. في هناك اللي احنا يسمونه الفيكيشنال تريننج. هذه الفيكيشنال تريننج في اوروبا 70% من المخرجين الشباب يدخلون في هالمجالات، 30% يتخرجون من الجامعات. يعني شوف الاقتصاديات العالمية قاعدة تتغير، هي تنبنت على هالأساس. إن 70% vacation training والباقي يتخرجون 30% بس جامعيين. ما يصير كلنا جامعيين وبعدين منهم بيسوي الشغل. صحيح. وبعدين فيها خير حق هذه. يعني أنا عندي يعني يمكن يحتاجون جانب أوبريتر رافعات اليوم يبتدي ب 300-400 دينار يوصل ل 2000 دينار معاشه. ما شاء الله. تصوري ياخذ اكثر من معاش مدير اوبريتر. اوبريتر وايد زين. الناس ما عيالنا ما يدرون عن هالسوالف. الكنترول يقول يبون يشتغلون اوبريتر. طيب استاذ، الشركات يمكن يعني او البعض يتساءل علشان انه يعني تساهم في هذا المجال، في متطلبات معينه يجب على الشركات أن تلتزم فيها؟ ما فهمت. ما فهمت السؤال. في متطلبات يجب أن تقوم بها الشركات علشان أن تساهم في هذا الجانب أو في هذا العمل، تطلبون أنتم منهم شيء معين للشركات هذه؟ من أي شركات؟ ما فهمتك. الشركات اللي لما تساهم في المشاريع يعني؟ إيه؟ متوحين وفرتوا لهم طبعا هذه الخدمة والشركات حابة أن هي تساهم في هذه المشاريع. نعم. في أشياء معينة تقوم فيها الحين، مثلا احنا تكلمنا عن المقاول في معايير، قلتوا ايه في معايير. نعم. طيب الشركات شلون تساهم معاكم؟ والله شوفي الله يسلمك، كل مشروع اليوم عقب ما يتأهل يبتدي التنفيذ. بس كل مشروع انخرط فيه شركات كثيرة، مئات الشركات في البحرين. يعني المقاول ما ينفذ المشروع بروحه. طبعا في هناك السبلايرز اللي يسوي الماتيريالز، الكهرباء، المصانع، مصانع الطابوق، مصانع الريدي ميكس، اللي يبيع وايرات الكهرباء. كل هالامور هذه يعني الاقتصاد الوطني. العجله في شركات اجنبيه تجي من برا، تجي موادها من برا، حتى الابر والاكل مالهم يجيبونه. الشيء الوحيد اللي ما يشترونه الكنكري، ياخذونه من عندنا؟ اي لانه ما يقدرون يجيبونه من ديرتهم، ياخذون الكنكري. ليش الاكل يجيبونه برا؟ انا اتذكر في بعض المشاريع مدير المشروع ساكن في المكتب ماله في الموقع. ما ياجر. ما ياجر فيلا او شقه يسكن فيها. ما فيها السوالف. ساكنين هناك علشان ما يبقى ياجر من اهل البحرين. لهالدرجه وصلوا. نعم. طيب استاذ، الاستثمار من هذا الجانب شلون بينعكس على اقتصادنا البحريني؟ هذه اهم نقطه. كيف ممكن انه يضيف لاقتصادنا الوطني؟ نعم، اول شيء الحفاظ على 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 مكتسبات البحرين. من ناحيه السيوله. وكذلك البحريني المقاول البحريني بيستثمر ارباحه، اذا عمل ارباح في ديرته. صح. ما راح يطلعها برا. يعني أنا ما شفت صراحة شركة أجنبية اليوم تشتغل على أرض البحرين الغالية ويستثمرها في البحرين يسوي أرباح. إحنا نبغي يعني أتمنى إن أي شركة أجنبية تجي تعطينا إضافة حق اقتصادنا الوطني. جميل. يعني الاقتصاد الوطني نبغي الانفتاح الشركات الأجنبية وجذبها، ولكن تعطينا إضافة بتحويل تكنولوجي، بخلق وظائف كريمة حق شبابنا البحريني. صحيح. يعني يدخل رأس مال كريم ويفتح آفاق كثيرة من السوق للتصدير. احنا ما نقدر نعتمد على سوقنا البحريني. سوقنا البحريني صغير وما يتحمل المنافسة بين من الخارج. اليوم عدد المقاولين كبير في البحرين، بس الأغلبية
صارت الحين أجنبية مو بحرينية للأسف. توصلت لي نقطة مهمة، قلت عدد المقاولين البحرينيين كبير اليوم في البلد، يعني السجلات التجارية المملوكة من البحرينيين طبعا أقل من كثير من المقاولين الأجانب. إذن إحنا نقدر نعتبر أن اليوم إحنا نملك مقاولين بحرينيين أو المقاولين الوطنيين؟ نعم. هل توجد قاعدة اليوم؟ نعم. كم عدد الشركات اللي موجودين؟ أنا يعني سبق وأنا كنت لما كانت أيام المجالس النوعية موجودة هناك بالمئات صراحة على كل المستويات. نعم. لما نقول مقاول الله يطول عمرك اليوم صاحب اللي يبني بناء فيلا مقاول، اللي يسوي الديكور مقاول، اللي يمد الكهرباء ويرات الكهرباء ويركب الليتات مقاول كهرباء. يعني مجال المقاولات كبير جدا، يعني في الالكترونيكس، في البنى التحتية. يعني لما نتكلم عن مقاول يعني مجال كبير مثل ما يقولون، كبير وواسع وكأنه متشعب، متشعب علشان كذي انه يكون مردوده يمكن كبير. اي ومحرك الاقتصادي احنا بالنسبه لنا الترمومتر حق اذا الاقتصاد صحي ولا مو بصحي هو عدد المشاريع اللي تشوفينها حواليك. صحيح صحيح. وهذه طبعا كله هو صحيح. المؤشر. نعم. الاكبر. نعم. واحنا اقتصادنا الحين يعتمد على 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 الانفاق الحكومي للاسف الشديد لحد الان، ولكن احنا امنياتنا هناك دفعه قويه للقطاع الخاص انه يكون هو المحرك الاساسي على حسب. نعم. اللي هي رؤيه 2030. نعم. واتمنى ذلك ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ سمير، شنو الانظمه التجاريه الدوليه اللي معتمده هني في مملكه البحرين؟ طبعا احنا في البحرين نعتمد على على البي اس ستاندرد، هو البريتش ستاندرد بالنسبه للمواد، السبيسيفيكيشن حق المواد اللي تشتغل في هذه نعتمد على البي اس ستاندرد، ولكن هناك تختلف في بعض الاحيان يعتمد على نوع المشاريع، يروحون على حق الامريكان ستاندرد خصوصا في مشاريع الاويل اند جاس، في الريفاينريز، في البتروكيميكالز، هذه الستاندرز مالتهم تختلف. بس وهناك طبعا معايير من ناحيه الاتفاقيات التقاوليه بين المقاول والوزاره او الزبون اللي يبقى يبني بيته، في اتفاقيات ستاندرد دولية تسمى باللي هي الفيدك لوز اوف كونتراكتس، اتفاقيات الفيدك اللي هي الستاندرد اللي يعتمد عليها كل الأطراف، اللي هي تعتبر لا ضرر ولا أضرار بين الطرفين. جميل. إن شاء الله يعني الرسائل رسائلك توصل، يعني احنا نقول دائما نعول على الشباب، هذه الخطوة خطوة جدا إيجابية إن شاء الله. يعني المقاول الوطني هذه بلده. نعم. وإذا ما استثمر فيها أكيد يعني ما بيستثمر في مكان. نعم. ثاني، ومثل ما قلت يعني دهنا في. نعم. مكبتنا إن شاء الله. إيه. وإذا ما تعلق إذا بعد البحرين ما دعمت هالمقاول صحيح شلون يتطور؟ صحيح. يعني جميع مثل أسوة بدول باقي العالم الثاني. صحيح. أنا أشكر لك وجودك معنا أستاذ سمير ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا. أهلا وسهلا. شاهدينا طبعا يعني هذه الخطوة هي دليل على ثقة حكومتنا الموقرة بالمقاول أو المستثمر البحريني. جميل أن تكون عندنا مشاريع وطنية هي نتاج جهد بحريني، وهذه الخطوة إن شاء الله راح تفتح آفاق كبيرة للمقاول البحريني في أن ينجز ويتميز مثل ما تعودنا. خلونا نطلع فاصل وبنرجع نواصل وياكم. عودة لكم الجديد مشاهدينا.
الكثير منا قرأ البيان اللي أصدرته جمعية الصحفيين البحرينية واللي يقر بعدم أحقية أصحاب الحسابات الأخبارية نشر مواد تعود ملكيتها الفكرية لصحفيين دون ذكر المصدر أو حتى مع ذكره. في خطوة لجمعية الصحفيين قامت رئيسة جمعية الصحفيين الأستاذة عهدية أحمد بالاجتماع بأصحاب هذه الحسابات. خلونا نتعرف على أبرز ما دار في هذا الاجتماع. معاي على الهاتف رئيسة جمعية الصحفيين الأستاذة عهدية أحمد. أهلا وسهلا فيك أستاذة. مساء الخير عزيز. مساء الورد أستاذة. في البداية نبي نتعرف على أهم أسباب إصداركم لهذا البيان. طبعا أهم سبب هو الحفاظ على الحق الأدبي للصحفيين. كثير من الأخبار تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتكون أخبار انفردت فيها الصحف، أخبار مميزة تعب عليها الصحفي. للأسف أن بعض المواقع تأخذ الخبر دون أن هي تذكر اسم الصحيفة ولا تذكر اسم الصحفي اللي كتب الخبر. فالصحف احنا كلنا نعرف أن الصحف تعاني، الصحف مصدر دخلها موضوع الإعلانات، فلما خبر مميز يحترق على مواقع التواصل الاجتماعي الصحيفة دي صار عندها كوست الخبر ولكن صحيح. تخسر في المقابل. ولكن الاجتماع اللي صار عندنا من يومين وصلنا إلى أن احنا نخاطب الصحف المحلية، كل صحيفة تضع ظروفها، لأن احنا بعد في النهاية أختي ما نبي حتى المضارة تقع على أصحاب الحسابات، لأن ما ننسى لهم مواقف وطنية صحيح. يعني يساهمون في دعم الاقتصاد الوطني، دعم التحركات السياسية، كلهم كل الاحترام والتقدير، ولكن حق الأدبي حق الصحيفة ما لازم ينهضم. فتوصلنا إلى أن كل جريدة تقرر هي شنو شروطها، وأتمنى أن أصحاب الحسابات يحترمون هاي الموضوع، لأن في النهاية هاي صحافة ولها مكانتها ولها احترامها. صحيح. أستاذة عهدية، يعني يمكن البعض يقول ان الاخبار الصحفيه ما يعني ليس لها حمايه ملكيه او يعني لا تقع تحت مظله الحمايه الملكيه الفكريه، انت ايش رايك في هذا الكلام؟ هل هذا الكلام صحيح؟ صحيح، لان معظم اخبارنا احنا تنشر على شنو؟ تنشر على طبعا وكاله انباء البحرين، هذه ما عليها حقوق ملكيه فكريه، اخبار المحاكم ما عليها، الحوادث والأنشطة العامة والفعاليات اللي تصير ما عليها ملكية فكرية. ليش أنا استخدمت كلمة الأخبار اللي تنفرد فيها الصحيفة؟ مثلا لقاء خاص مع مسؤول ضيف، ممكن يكون تحقيق خاص، يعني ما نروح بعيد. احنا صارت لنا عدة مرات ان شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار أخذت من الصحف ولكن ما نسبت للصحف، تحقيقات الشهادات، تحقيقات عن السلمانية، عن القضايا المهمة الوطن والمواطن، ولكن ما نسبت للصحف. وبعدين في ناس تلوم تقول الصحف ما تطورت، لا الصحف تطورت ولكن حقها مهضوم، لأن لا ينسب للصحف الأخبار المميزة. فطبعا مو كل الأخبار، شيء طبيعي جدا، بالعكس هي أخبار اللي تنفرد فيها. نعم. طيب قبل ما نختم، شنو هي الخطوة القادمة لحماية الملكية الفكرية للصحفيين؟ الخطوة القادمة أن احنا طلبنا من الصحف كلها أن كل صحيفة ترد علينا تقول لنا شنو المطلوب منها، شنو الحقوق اللي هي طالب بها. في صحيفة الحين من ربع ساعة كلموني قالوا لي احنا ما عندنا مشكلة في ان الحسابات تاخذ اخبارنا، ولكن بشرط ان هي تبرز اسم الصحيفة في الخبر وعلى حقهم الادبي. طبعا احنا دخلنا في مواضيع كبيرة، موضوع ان حتى الاعلانات على الاخبار اللي على الحسابات، اخذ الاعلانات غير قانوني، ولكن بعد نعلم أن هناك من يعملون ويبون، يعني هذه مصدر رزق لهم، فهذه الشيء راجع للجهات الرسمية. بالعكس احنا نتمنى أن هاي الحسابات تتطور بأي طريقة ما، وإذا الصحف عندها النية أن هي تتعاون احنا مجرد يعني راح نأيد هاي الفكرة، لأن في النهاية كلنا كل الموضوع يصب في مصلحة الوطن، وإن شاء الله يا رب يوصلون جميعا لقرار يرضي جميع الأطراف. إن شاء الله. أستاذة عهدية أحمد رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية، شكرا جزيلا لك.
شاهدينا طبعا احنا بدورنا نشكر جميع الصحفيين على استقبالها لاصحاب الحسابات، ومن المهم مشاهدينا ان يكون هناك وعي لدى الجميع باهميه حقوق الملكيه الفكريه وكيف يتم المحافظه عليها. نواصل معاكم باقي فقراتنا. خدمة الجيل الخامس هي خدمة كلنا سمعنا عنها، البعض كان ضدها لأسباب راح نتعرف عليها، والبعض كان مع هذه الخطوة. كما أن أشارت إحصائية قامت بها هيئة تنظيم الاتصالات اللي توضح بالأرقام العديد من النقاط المهمة لهذا العام واللي لها دلالات. وضحت الهيئة أيضا بأن هناك 2 مليون هاتف نقال في البحرين، وأفادت الدراسة أن أعداد خطوط المشتغلة وإجمالي المكالمات المحلية والصادرة وغيرها من النسب اللي راح نتعرف عليها في هذا التقرير. أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين تقريرها حول مؤشرات سوق الاتصالات في البحرين للربع الثاني من العام الجاري. وبحسب التقرير فقد بلغ عدد اشتراكات خدمات البرود باند بنهاية الربع الثاني من هذا العام حوالي 2 مليون اشتراك بزيادة قدرها 9% بالمقارنة من الربع الثاني من العام 2018، وبلغ معدل الانتشار حوالي 156% بالمقارنة مع العام الماضي بنسبة 143%، وسجل استهلاك البيانات نمو بنسبة 18% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام 2018. وبين أيضا التقرير أن المتوسط الشهري لاستهلاك البيانات في خدمة النطاق العريض السلكية الثابتة بلغ حوالي 192 جيجا بايت لكل اشتراك، في حين بلغ استهلاك البيانات في خدمة النطاق العريض اللاسلكية الثابتة حوالي 117 جيجا بايت لكل اشتراك. واستقر استهلاك البيانات في خدمة الهواتف المتنقلة المستقلة عند 19 جيجا بايت لكل اشتراك. وفيما يتعلق بخدمات الهاتف المتنقل فقد بدأ عدد اشتراكات الهاتف المتنقل في الاستقرار عند 2 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني من هذا العام، وبمعدل انتشار بلغ 139% بعد أن شهد انخفاض مستمر منذ العام 2017 نظرا للتغير الطارئ على سلوك المشتركين فيما يتعلق باستخدام خدمات الاتصال وتغيير شركات الاتصالات المتنقلة لبعض مكونات الباقات المتوفرة. بينما فيما يتعلق بعدد الدقائق الصادرة من المكالمات الصوتية عبر الهاتف المتنقل فقد استمر العدد أيضا في الانخفاض، حيث بلغت نسبة الانخفاض حوالي 14% مقارنة بالربع الثاني من العام 2018. وبحسب التقرير أيضا رصد لنا زيادة عدد اشتراكات الهاتف الثابت بشكل طفيف بالمقارنة مع نهاية العام الماضي، وفي حين انخفضت نسبة استخدام خدمات الهاتف الثابتة اللاسلكية بنسبة 9% إلى أن خدمات الهاتف الثابت السلكية ازدادت بنسبة 1%، وقد ظلت نسبة استخدام المكالمات المحلية عبر الخطوط الثابتة مستقرة بين الربع الأول من العام 2018 والربع الثاني من عام 2019، في حين انخفضت عدد دقائق المكالمات الدولية عبر الخطوط الثابتة بنسبة 25% بين الربع الثاني من عام 2018 والربع الثاني من العام الجاري. عودة لكم الجديد مشاهدينا. الجدل واسع حول شبكة الجيل الخامس والكثير من خدمات الاتصالات اللي خلقت تساؤلات لدى المشاهدين.
راح إن شاء الله نتعرف على كل هذه الأمور في الاستوديو. معاي الأستاذة آمنة الغتم مدير قسم شؤون المستهلك بهيئة تنظيم الاتصالات، والأستاذ عيسى الحدي مدير قسم إدارة الطيف الترددي بهيئة تنظيم الاتصالات. أهلا وسهلا فيكم. في البداية أبتدي معك أستاذة آمنة، نبي نتعرف على التدابير اللي قامت بها الهيئة خلال طبعا السنوات الثلاث الماضية لحماية المستهلك. طبعا أختي، هيئة قطعة الهيئة شوط كبير في دعم وتمكين المستهلكين خلال السنوات اللي راحت في عدة جوانب. فالجانب الأول القانوني، أصدرت الهيئة عدد من اللوائح التنظيمية الخاصة بالمستهلك، من ضمن هذه اللوائح اللائحة التنظيمية لحماية مستهلكي قطاع الاتصالات. طبعا هذه اللائحة تحدد حقوق المستهلك والالتزامات المترتبة على مزودي خدمات الاتصالات في مملكة البحرين. اللائحة الثانية اللي أصدرتها الهيئة اللائحة التنظيمية للمنازعات الخاصة بالمستهلك. هاي اللائحة حددت المبادئ والإجراءات الخاصة بتقديم الشكاوي في قطاع الاتصالات بين الهيئة والمشتركين وكذلك شركات الاتصالات. أني من الجانب التوعوي مع المجتمع، فكثفت الهيئة جهودها ودشنت العديد من الحملات التوعوية. من ضمن هذه الحملات اللي دشنت الهيئة السنة حملة جاهز للتجوال. هذه الحملة تهدف في المقام الأول توعية المستهلكين لمراقبة استهلاكهم للبيانات أثناء السفر. كذلك هذه الحملة غطت أيضا أهمية المستهلكين، يعني المستهلك لازم يراقب بياناته على طول، يشوف مختلف الباقات المتوافرة مع مزود خدمات الاتصالات الخاص به. في هذه الحملة نسقنا مع عدد من المؤسسات في البحرين، من ضمنها مطار البحرين الدولي والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد. فتقريبا غطينا كل منافذ البحرين. أنتقل لك أخوي عيسى، كثير يتسائلون طبعا هل تم تطبيق أو اعتماد شبكة الجيل الخامس في مملكة البحرين؟ أي نعم أختي هيا، سلام إن شاء الله. هيئة تنظيم الاتصالات تتطلع بشكل دائم إن هي تواكب التطورات العالمية، وذلك بالتماشي مع توجيهات الحكومة الموقرة لجعل البحرين في مصاف الدول الأولى المتبنية لأحدث تقنيات الاتصالات. فقامت هيئة تنظيم الاتصالات مؤخرا في شهر إبريل الماضي بإصدار التراخيص الترددات اللازمة للمشغلين اللي راح تمكنهم من أنهم يطلقون شبكات الجيل الخامس، وهذه اللي تم بالفعل. وشفنا أن في باقات تخص شبكات الجيل الخامس، وهذه مكن مملكة البحرين من أنها تكون من دول الأولى في المنطقة اللي أطلقت شبكات الجيل الخامس بشكل تجاري. طيب، مع وجود طبعا شبكات الجيل الخامس انتشرت أيضا الفترة الأخيرة كثير من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني محتواها يقول أن تؤثر على الصحة بدرجة كبيرة، مما أثار هلع الكثير من الناس، وخصوص وقالوا أن راح تؤثر بدرجة كبيرة على الأطفال. شنو أنتم ردكم للرأي العام؟ طيب، هل هذا الكلام صحيح؟ طيب، بداية حاب أوضح أن هيئة تنظيم الاتصالات واضع شروط في تراخيص المعطاء لمشغلي شبكات الهاتف النقال. هذه الشروط تنص أن هم يلتزمون مستويات إشعاع معينة وما يتعدونها. هذه الإشعاعات أو هذه المستويات تم أخذها من منظمة عالمية اسمها المنظمة العالمية للحماية من الأشعة غير المؤينة. بطبيعة الحال هذه المنظمة العالمية تم اعتماد أرقامهم ومعاييرهم في مملكة البحرين طبقا للقرار رقم 4 في 2009 التابع لهيئة الحماية الفطرية والبيئة. فبالتالي احنا قاعد نتماشى مع الستاندرد العالمي، مع المعيار العالمي في الحماية. فاحنا في هيئة تنظيم الاتصالات قمنا ب حوالي 4500 قياس على مدى الأعوام الماضية، شامل بذلك شبكات الجيل الخامس من أول ما أعلنوا المشغلين إطلاقهم لشبكات الجيل الخامس. وجدنا أن إحنا
ما تعدينا المستوى الأعلى المسموح به، بالعكس كانت مستويات الانبعاثات منخفضة جدا، وهذا اللي أكدوا عليه وفد منظمة الصحة العالمية، زارنا في يناير وقدم التقرير هذا الوفد في شهر فبراير حق مجلس وزراء الموقر، اللي أفاد فيه أن الإشعاعات بسيطة جدا وقليلة جدا وبعيدة كل البعد عن المستويات العالية، وما تأثر على صحة لا الناس ولا الأطفال. إذا هاي رسالة تطمينية للمشاهدين. صحيح. طيب أنتقل لك سادة آمنة، هل توصل لكم شكاوي بهذا الخصوص، وكيف يتم التعامل معها؟ كم عدد الشكاوي اللي تورد لكم في الهيئة؟ طبعا تستقبل الهيئة شكاوي مختلفة. في شهر حتى شهر سبتمبر من هذا العام استقبلنا ما يقارب 1200 شكوى. هذه النسبة تضاعفت عن العام 100%. طبعا سبب التضاعف هذه النسبة بسبب الحملات التوعوية المستمرة اللي ذكرتها سابقا. ايضا الهيئة تطور دائما من قنوات التواصل مع المستهلكين. فخلال العام الماضي اضفنا خاصية جديدة لمركز اتصال المستهلك. فدشنا خط للمستهلك لمكالمات الفيديو، فجميع المستهلكين من ذوي الهمم يمكنهم الاتصال للهيئة وتقديم الشكاوي من خلال هذه القناة. طبعا الشكاوي تختلف بطبيعتها، لكن الهيئة تحقق في أي شكوى تتعلق بتوفير خدمات الاتصالات على أن تكون الشكوى مصحوبة بمستندات أساسية تساند هذه القضية. بطبيعة الحال القنوات تعددت لاستقبال الشكاوي، منها مركز اتصال المستهلك على 811188، عندنا البريد، وكذلك عن طريق البوابة الإلكترونية الموجودة على الموقع الإلكتروني للهيئة. فبعد ما احنا نستلم الشكاوي نقوم بالتحقيق فيها ونتخذ عدد من التدابير، من ضمن هذه التدابير التسوية الودية، عندنا الوساطة وبعض الإجراءات المؤقتة لحل النزاع وإصدار القرار. تمام، أنتقل لك أستاذ عيسى. طبعا يعني بناء على متطلبات الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات، هل هناك في آلية معتمدة لتوفير طبعا تراخيص الترددات لمشغلي الهاتف النقال؟ نعم، أشكرك على هالسؤال أختي هيا. عندنا تراخيص الترددات ومنحها يتم عن طريق أربع مستويات. نقدر نبتدي بالمستوى الأول واللي هو المستوى التنسيقي، حيث يتم التنسيق على مستوى دول مجلس التعاون، ومن ثم ننتقل إلى الدول العربية. طبعا مجلس التعاون تحت مظلة الأمان العامة، والدول العربية تحت مظلة مجموعة الدول العربية، من ثم ننتقل إلى المستوى العالمي تحت مظلة الاتحاد الدولي للاتصالات. في خلال هذه الاجتماعات التنسيقية يتم التوافق بين الدول على الاحتياجات من الترددات وطبيعة هذه الترددات بحسب معطيات كل دولة. بعدها يتم كل أربع سنوات اعتماد ترددات معينة حق خدمات الهاتف النقال. هني على المستوى الثاني اللي هو المستوى الوطني، نقوم بدراسة مستفيضة في الهيئة ونشوف حاجة السوق من الترددات وحاجة المشغلين من الترددات، وبعدها نتقدم بطلب حق لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي، وهي لجنة حكومية فيها أعضاء من جميع الجهات الحكومية اللي تعنى بالطيف الترددي والترددات، من ضمنها هيئة تنظيم الاتصالات. فنتقدم الطلب لحاجة معينة من الطيف الترددي اللي تخدم القطاع التجاري ويوفرونها حق القطاع التجاري. بعدها نرجع ونسوي دراسة نبحث فيها الآلية والكيفية اللي راح نمنح فيها هذه الترددات وتراخيص الترددات حق المشغلين، بما في ذلك الأسعار. الآليات بشكل مختصر ممكن تكون عن طريق مزاد أو عن طريق منح مباشر، والأسعار نحددها عن طريق مقارنات مع التخصيصات اللي صارت في دول العالم، مع الأخذ بالاعتبار المعطيات الاقتصادية، منها التضخم على السكان والأعباء التنظيمية على المشغلين. تمام، قبل ما نختم أستاذة آمنة، أنا بس كنت أبي أسأل عن موضوع استكمال إجراءات فصل باتلكو إلى باتلكو وبينت. إلى وين وصل الموضوع؟
طبعا اختي موضوع انفصال شركه بتلكو الى كيانين مستقلين هي جزء من الخطه الوطنيه للاتصالات. هذه الخطه هي نتاج لسياسه وتوجهات الحكومه الرشيده معززه باحتياجات قطاع الاتصالات في مملكه البحرين، وعليه يبنى برنامج عمل الاستراتيجي للهيئه للثلاث سنوات الجايه. فتضمنت هذه الخطة محور رئيسي وهو انفصال شركة بتلكو إلى كيانين مستقلين بحكم أن هي تمتلك أكبر بنية تحتية لقطاع الاتصالات. فخلال هذا المشروع الوطني تم استكماله في مدة أقل من 3 سنوات. خلال هذه الفترة تم عقد تقريبا أكثر من 70 اجتماع تنسيقي مع جميع فرق العمل المشرفة على هذا القطاع والمشروع. كذلك تم إعداد أكثر من 10 استشارات عامة لهذا المشروع الوطني. طبعاً هذه الفترة قياسية إذا لو نقارنها بتجارب دول أخرى في ذات المشروع. فمثلاً في المملكة المتحدة يعني تطلب منهم أكثر من 13 سنة لاستكمال هذا المشروع، ونفس الحال في أستراليا خذلهم تقريباً أكثر من 7 سنوات لاستكمال هذا المشروع. طبعاً الحين ماذا سيستفيد المستهلك بعد استكمال هذا الانفصال؟ أو ماذا ستستفيد شركات الاتصالات من هذا الانفصال؟ فحالياً شركات الاتصال تقدر الحين تستفيد من البنية التحتية لشركة بينت لخدمات الفايبر أو الألياف البصرية في مملكة البحرين. بيكون فيها تنافس أكثر، بتزيد التنافسية، بتزيد العروض، ستتاح للمستهلكين خيارات أكبر بجودة أعلى وأسعار أقل. طبعا هذه التجربة أو هذه المشروع يعد استكمالا لعدد من المشاريع الناجحة في قطاع الاتصالات. على سبيل المثال وليس الحصر، تحرير قطاع الهاتف النقال في سوق الاتصالات. فمنذ تحرير هذا القطاع انخفضت تقريبا أسعار الهاتف النقال 65% من 2008 إلى 2018. إذن يعني هذه خدمة يعني راح تكون مميزة، وجود يعني راح يكونوا في كيانين منفصلين مستقلين. أعتقد أنه يعني راح يعود بالإيجاب يعني على القطاع. كل شكر لك أستاذة آمنة الغتم، وكذلك أستاذ عيسى الحدري. شكرا جزيلا لكم على وجودكم معنا. مشاهدينا بالفعل يعني في ظل الانتشار الإلكتروني اللي صاير واللي اجتاح العالم، أكيد صار المواطن يحتاج ويفكر في موضوع حمايته وحماية الخدمة المقدمة له من أي مشكلة أو أي إزعاج يمكن أن يواجهه. وإحنا طبعاً بدورنا نشكر أكيد هيئة تنظيم الاتصالات على هذا الجهود، ونتمنى أن احنا جاوبنا على الأسئلة اللي تدور في بالكم بهذا الخصوص. فاصل وراح نرجع وياكم. عودة لكم من جديد مشاهدينا. انتشر خبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الصحافة عن احتساب المسافة من المسكن إلى مكان العمل ضمن ساعات العمل. الأمر اللي أثار يمكن ضجة بين الكثير من الموظفين والموظفات وكذلك أرباب العمل، بينهم المؤيد وبينهم المعارض. وهناك شركة بحرينية طبقت هذا القرار، حبينا أن نتعرف على تجربتها وطريقة تطبيقها لهذا القرار. معي على الخط الأستاذة يارا العيسى، المدير العام لشركة كايزن البحرين لإدارة الخدمات الطبية. مساء الخير أستاذة. مساء النور، يا هلا. أهلا وسهلا فيك. في البداية كيف قمتم بتطبيق هذا القرار وهل العملية مقننة؟ بالبداية أنا بحب أني أشكركم على هذه المبادرة لتغطية هذا الموضوع. الخبر تماماً تلقيناه في كايزن مثل ما تلقى جميع الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام. بمجرد تلقينا للخبر وبدأنا حاولنا نستقصي عنه أكثر، نستفسر عنه، نشوف مدى قانونيته، مدى تطابقه مع الاشتراطات اللي موجودة عندنا. رفعنا الموضوع لمجلس الإدارة وتم مناقشته. وفي الحقيقة كان الشيء الإيجابي جدا أنه مجلس الإدارة مباشرة استجاب للموضوع من بعد النقاش، واتخذنا قرار بتطبيقه في كايزن. بالتأكيد التجربة هذه هي تجربة جديدة بالنسبة لنا. نحن عندنا مجموعة من الأنماط الإدارية خصوصا في موضوع الموارد البشرية،
بنحاول نعزز فيها موضوع الصلة ما بين الإدارة كإدارة وما بين الشركة وقوانينها والموظفين. بنعرف أن التجربة ما زالت جديدة، لكن نحن عنا استعداد بأنه بحكم ثقتنا بموظفينا، بحكم ثقتنا بالتجارب اللي نحن عم نخوضها، بأنه نحن قادرين على أن نطلع بنتائج إيجابية منها. تمام، يعني مثل هذه القرارات هي بالتفاوض كانت مع أرباب العمل أم يعني كانت ضمن أطر قانونية تم تنظيمها في المؤسسة لديكم؟ هي المسألة مو تفاوض، هي أن المسألة نقاش وطرح أفكار. بالنسبة لنا إحنا كشركة من الشركات المتخصصة في إدارة المؤسسات الطبية، وفي نفس الوقت نعتمد النماذج بتعزز الجودة والتنوع في أساليب الإدارة والتنوع في أساليب تحقيق الموارد، إدارة الموارد، تحقيق الأهداف. لابد من أنه نحن كشركة داخل مؤسستنا نكون قادرين دائما نفكر خارج الصندوق. المسألة هذه، القدرة هذه، جعلتنا نتجه مباشرة نحن كإدارة كإدارة مباشرة لنفط البحرين وكإدارة رئيسية لشركة كايزن اللي هي أساسا متواجدة في البحرين وفي عمان وإلها أكثر من جهة بتتواصل معها، يعني أكثر من منطقة بنتواصل معها. بأنه نحن نناقش الفكرة من كل الجهات، قسم الموارد البشرية يعطي أفكاره، الإدارة تعطي أفكارها، والرئاسة الأساسية للشركة تحاول أنها تحتوي كل هذه الأفكار لأنه نطلع بنتيجة تتلائم مع احتياجات موظفينا. طيب، التجربة تم تطبيقها فعلا على أرض الواقع، هل هي مجدية من خلال طبعا خبرتكم لكم يوم حاليا في يعني القطاع الخاص؟ طبعا نحن الخبر أساسا طلع الأسبوع الماضي، نحن بدأنا تطبيقها من بداية الشهر الحالي، يعني نحن عم نحكي عن تجربة لها أيام فقط، لا ما عمرها مدة طويلة، لكن نعتبرها رح تجربة ناجحة ورح تنجح. صحيح أنا ما فيني أقول لك أنه خلال يومين أنا قست المؤشرات الكاملة لهذه التجربة، لكن باعتبار أنه نحن كشركة سبق وطبقنا نماذج إدارية في إدارة الموظفين عندنا فيها تفاعل مع احتياجات الموظف، فيها تفاعل مع الأساليب مع الموظف باعتباره أنه هو شخص وليس مجرد يعني موظف موجود في الشركة يؤدي مهام معينة ومطلوب منه يحقق موارد للشركة، إنما هو إنسان. الموظف هو إنسان عنده حياة شخصية، بيعلق بالزحمة الصبح، عنده تفاصيل يومية بيعيش فيها، بيدخل تحت الستريس. لما بتكون الإدارة قادرة على أنها تخطو خطوة تجاه هذا الموظف، الشركة، وجودك في شركة لا يعني أنك أنت فقط يعني موظف في هذا المكان، أنت بتعطي جزء من حياتك لهذه الشركة. لما بتتواجد لمدة 5 أيام في مكان لمدة 8 ساعات أو حسب عدد ساعات دوامك بشكل يومي لسنوات وسنوات، معناتها أنت الشغل هو مو جزء يتجزأ من حياتك، هو جزء من حياتك. لابد من أنك يكون منسجم قادر على أنه يضيف لحياتك، مو فقط يستهلكك. كل الشكر لك أستاذة يارا العيسى، المديرة العام لشركة كايزن البحرين لإدارة الخدمات الطبية. شكرا لكم مشاهدينا. هذا القرار يعني طلع قبل أيام في دول أخرى، ولكن مملكة البحرين ولأنها دائما سباقة وتستقبل كل ما يواكب العصر، وشركة البحرينية اللي طبقت هذا القرار مثال على سرعة تجاوب البحريني للمتغيرات العالمية. نظم العمل إن بقت ثابتة أو متغيرة طويلة أو قصيرة فهي يعني ما تحبط ولا تشل طبيعة عمل البحريني وحبه وعزيمته وإقباله على العمل. هو السباق والمبادر دائما وفي كل مجال. تصبحون على ألف خير.